جزاكم الله خيرا. رميت الجمرات في اليوم الحادي عشر بعد الزوال، ولكن رميت في اليوم الثاني عشر مستعجلا، فرميت في التاسعة والنصف صباحا، وأنا عندي علم بأنه لا يجوز إلا بعد زوال الشمس، ولكن وجدت حجاجا كثيرين يرمون فرميت. ما حكم ما فعلت؟ حكمه أنه لا يجوز، وأن هذا الرمي غير مجزي لأنه في غير وقته، فعليك بذبح فدية في مكة توزعها على فقراء الحرم، تكون هذه الفدية مما يجزي في الأضحية، وتوزعها على مساكين الحرم لأنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو الرمي. نعم.